من ابتلي وترك الصلاة فترة من عمره وحينئذ تاب الله عليه يسأل هل يقضي ما فاته في تلك الفترة من عمره أو كيف يكون تصرفه؟ الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل، طيب. أما ما تركه في الماضي متعمدا فإنه لا يقضيه، تكفي التوبة، توبة تجب ما قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.